بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا منحني المحايرة لتفاعل حامض ضعيف مع قاعدة قوية، مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة أنه اللي همنا في منحنيات المحايرة أربع نقاط، هي قبل بدء عملية المحايرة وبعد الإضافات المتتالية لعمليات من القاعدة حاليا لأن عندنا حامض ضعيف، يعني قبل نقطة التكافؤ فبالبداية قبل إضافة أي شيء، بعد الإضافات بس قبل نقطة التكافؤ وعند نقطة التكافؤ وبعد نقطة التكافؤ، فهذه الأربع مناطق اللي تهمنا أن نطلع كميتها، حتى قلنا إذا لكل نقطة نطلع شنو، لكل منطقة نطلع شنو نقطة نقطة، فهنا أربع مناطق، فحتى إذا نطلع إذا ما لحقنا في الامتحان نطلع نقطة في بداية التفاعل هي أصلا نقطة، بعد الإضافات قبل نقطة التكافؤ نقدر نطلع نقطة نقطتين ثلاثة حسب اللي تدرون عليه، عند نقطة التكافؤ هي أصلا راح تكون نقطة واحدة وبعد نقطة التكافؤ فهم يعني الحجوم اللي راح تنضاف بعد نقطة التكافؤ. هسه خلنا ناخذ مثال بسيط على مود نعرف هل نطبق القوانين ونشوف شلون راح يكون حل. فلنفرض انه عندنا حامض ضعيف مع قاعده قويه بدراسه معايره 25 مول من حامض الخليك بواسطه محلول هيدروكسيد الصوديوم، علما ان ثابت التأيل لحامض الخليك الكي اي مطيني 1.8 × 10^5 والبي كي اي سالب لوغارتم الكي اي مثل ما نعرف هي قيمتها 4.73، وراح هسه نجي بالبداية قبل الإضافات، إيش قلنا؟ عندنا دورق بحامض الخليك حجم 25 مل، وهنا عندنا سحاحة، عندنا سحاحة، هذه السحاحة بها هيدروكسيد الصوديوم، قيمة هذه هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.1 نورمالي، وهذا تركيزه أيضا 0.1 نورمالي. بس قبل ما نبدأ أي إضافة، قبل لا نفتح الفالف هنا ونبدأ الإضافات، عندنا اللي موجود هنا بالدورق اللي موجود شنو فقط، موجود شنو حامض الخليك، فشلون أحسب تركيز حامض الخليك قبل بداية التفاعل قبل إضافة هيدروكسيد الصوديوم؟ يتأين حامض الخليك تأينه شنو جزئيا حسب المعادلة، فراح يتأين شنو CH3COOO والH هو المال الهيدروجين فيعطاني H3O بلس. زين نطبق هسه قانون ثابت التأين، فالكي اي الكي اي راح شو يساوي لي؟ تركيز ال H في تركيز CH3COO minus على CH3COOH، ف الكي اي مطينا قيمته في السؤال، ال H أنا أريد تركيزها، CH3COO مجهول ما أعرفه، وهذا منطيني أيضا بالسؤال شنو قيمته 0.1، فمعلومة على مود أعرف تركيز هذا فشي يقول لي، وحيث أن تركيز الهيدروجين الناتج عن تأين الماء صغير مقارنة بتركيز الهيدروجين الناتج من الحامض، لذلك فإنه يمكن اعتبار شنو أن تركيز الH يساوي لشني تركيز CH3COOH، لذلك هذا معلوم هذا مجهول وهذا نفس المجهول وهذا شنو معلوم، فراح تركيز الH راح يطلع لي شنو بسهولة، فلذلك الH3 فتركيز الH راح يطلع لي 1.37 × 10^5. بعد ما عرف التركيز الH البي اتش راح يكون شنو قيمته سهله انه اطلع بي، لان البي اتش هو شنو سالب لوغارتم الاتش
وراح يساوي لسالب لوغارتم 1.37 في 10 سالب 5، وطلعت قيمة البي اتش 2.87. هذا شنو هسه قبل نقطة التكافؤ، هسه ديك قبل بداية التفاعل، قبل لا نبدأ الإضافة. هسه بدينا الإضافة لكن شنو قبل نقطة التكافؤ، قبل ما نوصل نقطة التكافؤ. فيتكون في هذه الحالة محلول منظم منين؟ من حامض الخليك المتبقي، ومنين؟ من خلات ومن خلات الصوديوم. محلول منظم حامض الخليك وخلات الصوديوم، حامض وملح راح يكون هنا. فمثلا بعد إضافة 10 مل من هيدروكسيد الصوديوم يحسب الرقم الهيدروجيني كالتالي. فهنا شنو قلنا؟ محلول منظم من حامض الخليك وخلات الصوديوم. فهذا المحلول المنظم قانون البي اتش شنو إليه؟ بي اتش راح يساوي بي كي اي زائد لوغارتم السولت، تركيز السولت على شنو؟ تركيز الأسيد. البي كي اي أنا عندي قيمتها شنو؟ معلومة. يحتاج أنا أطلع شنو؟ تركيز السولت وتركيز الأسيد. مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة هنا شنو عندي؟ بس قانون التخفيف، فما أحتاج أحفظ قوانين غيره بالنسبة لمود أطلع التركيز. إيش قايل لي؟ يمكن اعتبار تركيز أيون الخلات مساويا لتركيز خلات الصوديوم المتكونة والتي تكافئ كمية هيدروكسيد الصوديوم المضافة. أنا إيش قاعد أضيف؟ هيدروكسيد الصوديوم. فأقدر أعتبر تركيز أيونات الخلات الناتجة هي نفسها الصوت، حتى خلات الصوديوم هي نفسها تكافئ لي كمية الهيدروكسيد الصوديوم المضافة. فهسه قلنا تركيز الصوت راح يساوي لي تركيز أيون الخلات، الصوت راح يساوي لي تركيز أيون الخلات. قلنا قانون التخفيف N1B1 يساوي لي N2V2. إيش قد ضفنا أنا؟ إيش قد الحجم؟ 10 مول. الإضافة شنو؟ إيش قد؟ 10 مول. إيش قد تركيز هيدروكسيد الصوديوم؟ 0.1 نورمالي. يساوي N2 هو أنا اللي أريده تركيز. P الحجم إيش قد بعد الإضافة؟ هو أصلا كان 25 مول بالدورة، وضفت له 10 مول فراح يكون شنو؟ مجموع قيمة مجموعهم اثنينات من السولوشن 25 زائد 10 هاي 35، وهنا 0.1 في 10، لذلك راح يكون تركيز يساوي 1 على 35 بالنسبة شنو؟ تركيز السولت قيمته هذه. لأن قلنا تركيز السولت هو نفسه شنو؟ قاعدة المضافة هو نفسه الأيون الخلات. بالنسبة للحامض، فالحامض هم نفس الشيء، يكون تركيز الحامض المتبقي مو نفسه اللي في البداية. فهذا شلون نحله؟ فهم قلنا قانون التخفيف N1B1 يساوي لنا N2B2. فال N1 تركيزه 0.1 نورمالي، في حجمه ايش قد؟ انا حجم الابتدائي اعرفه شنو؟ 25 مول. بس الحجم المتبقي هنا شلون الحجم المتبقي؟ انا مضفت 10 مول من هيدروكسيد الصوديوم، فيقابلها 10 مول منين؟ من الحامض على مود يفعلوني يشيطوني خلات الصوديوم. لذلك الحجم المتبقي من الحامض ايش قد؟ 25 ناقص 10 اللي هو 15. N2 هو المجهول اللي اريده، في شنو؟ مجموع الـ V2 شنو؟ قلنا مجموع السولوشن، فدائما شنو؟ 25 الاصلي زائد شنو؟ الاضافه. فهنا طلع لتركيز الحامض، طلع لتركيز الملح، فلذلك اقدر بالقانون اطبقه مباشره. فال بي اتش راح تساوي قيمه البي كي اي قلنا معلومه، وزائد اللوغ تيم السولت والاسيد اثنيناتهم صار عندي معلومات، فراح اقدر اطلع قيمه البي اتش. هسه وصلنا لمن؟ للنقطه اللي هي نقطة التكافؤ. عند نقطة التكافؤ 25 مل من هيدروكسيد الصوديوم ايش فيه؟ راح يتكافئ ويا 25 مل من حامض الخليك، وراح يكولوا لي شنو؟ ملح. زين، شلون احسب البي اتش بهذه النقطة؟ يحسب الرقم الهيدروجيني للمحلول من علاقة تمييز الملح بالاتش، شقه الحامض الضعيف.
بي اتش ايش راح يساوي لي؟ نص البي كي دبليو زائد نص البي كي اي زائد لوغارتم زائد نص لوغارتم شنو؟ تركيز السي، حيث ان السي هنا شنو؟ تركيز الملح الذي يمكن اعتباره في هذه الحالة مساويا لتركيز ايونات الخلات الناتجة عند نقطة التكافؤ. هنا ليش بس تركيز الملح؟ ماكو لا تركيز الحامض ولا القاعدة، لأن هنا اختفى تركيز الحامض وتركيز القاعدة، اثنيناتهم متكافئة وانطوني ملح. فلذلك يحتاج شنو؟ أحسب بس قيمة التركيز الملح قد. شلون أحسبها؟ همين قانون التخفيف N1 V1 يساوي لي N2 V2. فالألوان شنو؟ هي حاصل قيمة الأضافة، فهي 25 مول في تركيز القاعدة قد 0.1. الN2 هو المجهول شنو فيه، كنا مجموعة solution، لذلك قيمة الصوت تركيز الصوت راح تطلع لي 0.05. فبس أعوضه هنا بهذا القانون، هذا عندي معلوم البي كي دبليو، هذا منطقيا بالسؤال، لذلك كلها راح تكون معاليم. فقيمة البي اتش راح تطلع لي 8.72، وهذه عند المنطقة الثالثة. بقت عندي شنو؟ عند المنطقة الرابعة بعد نقطة التكافؤ. بعد نقطة التكافؤ ايش راح يصير عندي؟ انا الحامض استهلكته كله ويا من ويا القاعدة المضافة، تكون لي على هذا الاساس شنو؟ ملح. من استمر بالاضافة فهنا ايش راح ينتج؟ ينتج القاعدة، زيادة بالقاعدة وين؟ بالدورة. لذلك إن أضافة زيادة من القاعدة يحد من تركيز أيونات الهيدروكسيل الناتجة من تميؤ الملح، وبذلك يمكن حساب الرقم الهيدروجيني المحلول من تركيز أيونات الهيدروكسيل الفائضة عن التفاعل، لأن قاعدة وقاعد نضيفة أكثر. فخلنا نفرض مثال، نفرض مقدار الإضافة شنو؟ 25.05 مول من محلول هيدروكسيد الصوديوم، فإن تركيز أيونات الهيدروكسيل الفائضة شنو؟ N1V1 يساوي لي N2V2. فN1 0.1 في V1 هنا شنو؟ قلنا فائض بالقاعدة. فقبل نقطة التكافؤ طبقنا N1V1 المن للحامضة، هنا المن للقاعدة، فراح يكون 25.05 ناقص 25 راح يساوي لي N2 في V2 شنو هو؟ مجموع الحجوم المضافة والأصلية. لذلك تركيز القاعدة راح تطلع عندي قد قيمة 1 في 10 سالب 4. فإذا البي أو إتش 4، فالبي إتش راح يكون شنو؟ 14 ناقص 4، وقيمتها 10. فمثل ما قلنا أربع مناطق قبل التفاعل، قبل نقطة التكافؤ، عند نقطة التكافؤ، وبعد نقطة التكافؤ. وإذا أردنا هنا الحجوم مثلا مش قد طفنا، فنقدر مثل على مود نتمرن عليها، فاحنا عندنا الصفر ضفنا، عند العشرة، عند العشرين ما جربناها تقدرون تجربوها، عند الاربعة وعشرين، عند الاربعة وعشرين بوينت تسعة، الاربعة وعشرين بوينت تسعة خمسة، عند الخمسة وعشرين احنا جربناها، الخمسة وعشرين بوينت او واحد جربناها. فتقدرون هذه بقية الحجوم تقدرون تجربونها بنفسكم على مود تتمرنون عليها. فبعد ما طلقنا هذه المناطق، فلذلك نرسم علاقة بين البي اتش وبين حجم هيدروكسيد الصوديوم المضاف، لذلك راح يطلع لي شكل الكيرف بهذا الشكل.